أحبة المشاهدين، أحييكم بتحية المسيح إله السلام والبركة، ونلتقي سوا في فقرة جديدة من فقرات خلك مع المسيح. اليوم حنتكلم عن موضوع مهم، وحنعطيه عنوان الكنيسة التي أحبها. كلنا حنا المتقدمين للمسيح من خلفية إسلامية، نقول أول ما نؤمن بالمسيح إيش الكنيسة اللي لازم أروح لها؟ الجواب بسيط، الكنيسة اللي أحبها وأحب أروح لها هي الكنيسة اللي تقول طيع الله ومش تقول طيعني، الكنيسة اللي تهتم بحلول الروح القدس وتنقاد لتوجيهات روح الله، الكنيسة اللي دوما تخضع لله وما تبيع نفسها لهيئات سياسية أو اجتماعية أو دينية أو خلافه، الكنيسة اللي ما تشيل العصا وتضرب الناس علشان الصلاة وتفرض عليهم العبادة فرض، الكنيسة اللي أحبها هي الكنيسة اللي تقول للناس بكل حب تقووا وتشجعوا لا تخافوا أنا هو، مثل ما قال المسيح يوما كانت الريح تضرب السفينة لما كانوا التلاميذ في السفينة وضربتهم الريح وجاهم أمواج لدرجة إنها كانت حتغرق، لكن لأن المسيح موجود فيها المسيح بكلمة منه هجد الريح وأنقذ السفينة من الغرق وأنقذ كل التلاميذ اللي كانوا موجودين بالسفينة. القصة موجودة في مرقس 4 الآيات 35-40. الكنيسة اللي حب أروحها هي الكنيسة اللي تحبك وتسمعها وهي تقول على لسان المسيح أنا ما أطلب أن تأخذهم من العالم ولكن احفظهم يا رب من الشرير، يوحنا 16-15. الكنيسة اللي تضحي بنفسها عشانك لأنها تمشي على خطى المسيح ومش العكس، الكنيسة اللي تسامح، الكنيسة اللي تغفر حسب متى 18-22، الكنيسة اللي حبها، الكنيسة اللي تأخذ بيدك وتعتبرك جزء مهم منها، الكنيسة اللي تعطيك التوازن بين الحرية والطاعة لله المبنية على أساس صحيح ومش إيمان أعمى. هذه هي الكنيسة اللي حبها، الكنيسة اللي تنبسط فيها وتتعلم منها، الكنيسة اللي تلاقي فيها الفقير والأمير يجلسون سوا على طاولة واحدة، الكنيسة اللي تساعد الفقراء والمحتاجين والأرامل والمساكين، الكنيسة اللي تدافع عن حقوق الإنسان بصرف النظر عن دينه ومعتقده ولونه. هذه هي الكنيسة اللي حبها، الكنيسة اللي تهتم بتعاليم المسيح أكثر من النشاطات الفرعية، الكنيسة الغنية في إيمانها، الكنيسة اللي تشك بنفسها لو كانت مرتاحة وما تواجه تحديات واضطهادات حسب متى 24-9. الكنيسة اللي أحبها هي الكنيسة الحية اللي تلاقي أعضائها يتسابقون في الخدمة وعمل الخير، الكنيسة اللي عندها حلول لكل تحديات الحياة لأنها تستقي تعاليمها من كلام الله في الكتاب المقدس، الكنيسة اللي تبشر وتنمي مش بس نفسها ولكن تساعد في نمو الكنائس الأخرى وتشارك الخيرات مع الآخرين. هذه الكنيسة اللي أحبها، هذه الكنيسة اللي تسوي كده، هي تسوي مثل ما سوى بطرس لما انصاد السمك وصاد سمك كثير لدرجة أنه الباخر حقته ما قدرت تتحمل، فراح إيش سوى؟ طلب من زملائه ويجوا يساعدوه بسفن تانية ويشيلوا شوية من السمك حسب القصة موجودة بلوقا 5-1-7. الكنيسة اللي تتكلم عن الله أكثر عن كلامها عن الشيطان وتتكلم عن الملكوت أكثر من كلامها عن الجحيم، الكنيسة اللي تدافع عن القديسين في حياتهم مش بعد ما يموتون، الكنيسة اللي تطلب كل ما هو صالح ومفيد وتختبر كل شيء وترجو كل شيء وما تخاف من التجديد، كورنثوس الأولى الإصحاح 13-7.
الكنيسة اللي ما تمسح شخصيتك، هذه الكنيسة اللي حبها ولكنها تساعدك في اكتشاف مواهبك وقدراتك، الكنيسة اللي تحس إنها أم أكثر من كونها ملكة، وتحس إنها محامي أكثر من إنها قاضي، الكنيسة اللي دوما مفتوحة لكل محتاج وبها طعام لكل جيعان وشراب لكل عطشان، الكنيسة اللي تأخذ المسيح قدوة حسنة، المسيح المحب، المسيح اللي جاء لأجلي وأجلك، المسيح اللي جاء لخلاص ومش للدينونة، المسيح لما يكون رأس الكنيسة، هذه هي الكنيسة اللي أحبها وأعشقها. أصلي للرب يسوع المسيح أنه يعطيك سؤال قلبك وتلاقي الكنيسة اللي تحبها أنت وتنمو فيها بالمسيح يسوع. آمين. صار يوم ميلادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، به ابتدت حياتي، يوم عرفت الفادي به ابتدت حياتي، يوم عرفت الفادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، به ابتدت حياتي، يوم عرفت الفادي ابتدت حياتي، يوم عرفت الفادي. من عرفت ابن الإنسان ولت عني الأحزان، من عرفت ابن الإنسان ولت عني الأحزان، صار السعد معادي، يوم عرفت الفادي صار السعد معادي، يوم عرفت الفادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، به ابتدت حياتي، يوم عرفت الفادي به ابتدت حياتي، يوم عرفت الفادي. ربي رئيس السلام ومحى كل الظلام، ربي رئيس السلام عايش فرح معادي، يوم عرفت الفادي أنا عايش فرح معادي، يوم عرفت الفادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، بها ابتدت حياتي، يوم عرفت الفادي ابتدت حياتي، يوم عرفت الفادي. وقلبي صار طليق حر أشرق بها شمس البر، قلبي صار طليق حر أشرق بها شمس البر، نبضه يغني ينادي، يوم عرفت الفادي نبضه يغني ينادي، يوم عرفت الفادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، يوم عرفت الفادي صار يوم ميلادي، وبيها ابتدت حياتي، يوم عرفت الفادي صار السعد معادي، يوم عرفت الفادي عايش فرح معادي، يوم عرفت الفادي نبضه
الله يغني وينادي يوم عرفت الفادي. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في فقرة جديدة من فقرات سعودي مسيحي. في السابق كان حالي حال أي مسلم يعتقد أن كل واحد اسمه جون أو مايكل يعتبر إنسان مسيحي، وإن كل واحد أشقر وعيونه زرق وجاي من أوروبا أو من أمريكا فبالتأكيد بيطلع شخص مسيحي، وإن أي واحد معلق صليب كبير على صدره فهذا مسيحي لا شك فيه. وكنت أحسب كل تصرف يصدر من هذا الشخص، خاصة لو كان تصرف سلبي، فبيكون أكيد بسبب إيمان المسيحي. أما إذا كان تصرف إيجابي فهذا طبعا إسلام بدون مسلمين. فكنا ننظر للمجتمعات الغربية المنفتحة أكثر من اللازم، وللعيوب الفردية اللي فيها، واللي بعض ما نعتقده انحلال أخلاقي عندهم يرجع لكونهم مسيحيين، وإن أي حرب غربية هي في الأساس حرب مسيحية من زعماء مسيحيين ومجتمع مسيحي ضد الإسلام والمسلمين. لكن اليوم وكإنسان مسيحي أعرف أن هذا الاعتقاد غلط وخلط وعدم إدراك للمفهوم الحقيقي للمسيحية ومين هو بالضبط الشخص المسيحي، وإن المسيحية مش مجرد اسم أو مكان جغرافي ومش شهادة شفوية لخالق معين أو رسول معين ومش ممارسات أو عبادات معينة، لكنها علاقة شخصية وحياة كاملة مع السيد المسيح. يعني في المسيحية ما يكفي كونك مولود من أبوين مسيحيين إنك تعتبر مسيحي، فمش كل واحد اسمه ماثيو شرط وإلا يكون مسيحي، لكن فقط إذا اتخذ قرار شخصي كبير يلتزم فيه بعلاقة مستمرة مع السيد المسيح. والسؤال المهم هنا، مين هو الإنسان المسيحي وكيف لازم يعيش وكيف ممكن إحنا نتعرف عليه؟ فأول شيء أساسي في حياة كل مسيحي حقيقي هو أن يؤمن من كل قلبه وبقرار شخصي منه وبكل ثقة روحية بالسيد المسيح رباً وفادياً ومخلصاً، ويؤمن أنه هو الطريق والحق والحياة، وإنه القيامة، وإنه خبز السماء ونور العالم، وأن يؤمن بأن السيد المسيح القدوس قد تجسد بشراً من العذراء مريم، فجاء من السماء إلى أرضنا لكي يفدينا من عقاب الخطية واللي فصلتنا عن العلاقة مع الله، فيكون السيد المسيح هو السيد على حياته وبيته وقلبه، وقبله إله ومخلص شخصي له. فالمسيحية ببساطة هي حياة وعلاقة شخصية بين الإنسان وخالقه، وبعدها بس نقدر نعتبر إنسان مسيحي، لكن بشرط أن يتبعها تطبيق عملي وثمار ملموسة من نتاج هذه العلاقة. فلازم ما يكتفي أو يستهين بنعمة الخلاص الممنوحة له من السيد المسيح، وهذا واضح من خلال الوحي الإلهي في رسالة الرسول بولس لأهل رومية، ويقول: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. والسيد المسيح يقول في إنجيل يوحنا: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. إذن يجب أن يتبع الإيمان الروحي اعتراف بالخطايا والتوبة الحقيقية عنها والولادة، ولادة جديدة في المسيح، فلا نحيا فيها نحن بل المسيح يحيا فينا، كتطبيق عملي لحياتنا وعلاقتنا مع السيد المسيح.
فيذكر الرسول بولس في رسالة كورنثوس الثانية بوحي من الله: إذ أن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إذن ثاني خطوة طبيعية في الإيمان المسيحي وفي حياة كل إنسان مسيحي بعد الاعتراف بالسيد المسيح رب ومخلص، هي التغيير في المسار والانتقال من حياة الظلمة إلى حياة النور، فيصير هذا الإنسان مختلف في أفكاره وأقواله وأفعاله، ويكون منهجه هو منهج الإنجيل والمسيح نفسه. فنقرأ في رسالة بطرس الأولى: بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وفي رسالة فيليبي: فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. فهذا التغيير يظهر في سعي المؤمن المسيحي بجدية لطاعة الإنجيل قولا وفكرا وعملا، ويتجلى فعليا في سلوكه وتصرفاته وأعماله. يعني حياة المؤمن بالمسيح لازم ولا بد تكون حياة جديدة مختلفة عن حياة السابقة قبل إيمانه بالسيد المسيح، فيترك عنه كل ما يمكن أن يفسد إيمانه، وتصير حياته إعلان لمجد المسيح وشهادة لعمله في حياته، فيشهد عن إيمانه بالمسيح بدون خجل، بل بكل فرح وسرور مقدم المجد لله، فيتغير قلبه ويكون صورة للمسيح في محبته وتسامحه وأخلاقه وسلامه وعطائه، ومطابقا لتعليمه في كل أمور حياته حتى نقدر نعتبر إنسان مسيحي. يقول لنا المسيح في إنجيل متى 5:16: فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعني طهر فكرك وقلبك ونفسك من كل شر، فيتغير فكرك إلى فكر محبة، وتتغير أقوالك إلى أقوال صادرة من قلب كله إيمان وصدق وأمانة وأيضا محبة، وتتحول أفعالك إلى أفعال خير وسلام وعطاء وكذلك محبة مطابقا لتعاليم سيدنا المسيح. فتحب بدون شروط، تحب القريب وتحب البعيد، تحب اللي يحبك وتحب اللي يكرهك، تحب المتفق معاه وتحب المختلفين معك، تسامح. وكل مسيحي لازم يكون مثلك، لا يقاوم الشر بالشر ولا يدين أحد. المسيحي ما يسرق ولا يغتصب ولا يعتدي ولا راعي حرب ولا صاحب دمار، بالعكس لازم يكون صانع سلام ومصدر للأمان، ويكون نقي القلب وصافي الضمير. المسيحي وديع وحكيم وصبور ومسالم وأمين، إذا عمل فيعمل خير، وإذا فعل فيفعل كل حسن، ومع إنه ضامن الخلاص والأبدية لكنه يعمل الصالح محبة في الناس وفي الخير. المسيح الحقيقي يقدس قلبه ويقدس عينه ويقدس يده ولا يكون مرائي، فإذا صلى صلى لله، وإذا صام صام لله، وإذا شهد شهد لمجد المسيح وعمله في حياته. المسيحي مش طماع ومش جشع ومش حسود ومش خاين. المسيحي يعيش مخلص لبلده وأمين في عمله ووديع في علاقاته وحريص في تصرفاته، عطوف كريم لطيف بعيد عن كل خطية. المسيح الحقيقي بار بوالديه، وأخلاقه هي بالضبط أخلاق سيده المسيح، يعني لا يسكر ولا يكره ولا يطمع ولا يشتم، وإذا صار ووقع في الخطية فيعترف فيه ويتوب عنها، ولا يسمح لها أبدا تتملك عليه وتسيطر على حياته. وهنا بس نقدر نعتبره شخص مؤمن بالسيد المسيح. أخوي الحبيب، احتمال تشوف كل هذا الكلام غير منطقي ومخالف لطبيعتنا البشرية ومستحيل تطبيقه عمليا، فشلون مثلا أحب إنسان أعرف أنه يكرهني؟ أقول لك نعم، وصعب عليك فعلا ما دمت بعيد عن السيد المسيح، لكنه سهل جدا لأي إنسان له علاقة بالسيد المسيح.
فالمسيح وحده قادر يعطيك معونة وسلام ويملأ قلبك محبة، ما تخلي مجال للكره يسكن فيه. وهذا بالضبط عمل المسيح في حياتنا. أعزائي المشاهدين، مش كل حرب أو استعمار في العالم كان سببها إعلاء كلمة المسيح أو بمرجعية صادرة من الإنجيل، لأنك مستحيل تشوف ولا آية واحدة في الإنجيل تحث على الحرب أو القتال، لكن سببها أطماع الإنسان وشرور العالم اللي جاء المسيح أصلاً عشان يحررنا منها. وصدقني المسيحيين يحبونك وراضين عنك سواء اتبعت ملتهم أو لم تتبعها، فهذا هو إيمانهم وهذه هي عقيدتهم. فلا تحكم على إيمان كامل بسبب تصرف شخص أنت تحسبه عليهم، لكن تعمق وابحث واكتشف حقيقة أي شيء قبل تصدقه وتتعرف أو تقبل فيه. وأنا اليوم أدعوك تتعرف على المسيح والمسيحية والمسيحيين الحقيقيين، ويمكن تجد في بحثك سلام لروحك وخلاص لنفسك وسعادة في حياتك. وأصلي للرب أن يقودك ويرشدك، ولك مني كل محبة وسلام، ويا هلا وسهلا فيك، وأشوفك الأسبوع القادم. دمتم بخير. أحبتي في المسيح، يا مرحبا بكم في فقرة جديدة ورائعة من روائع المسيح، له كل المجد. اليوم حنتناول سوية موقف المسيح مع الحرمة السامرية، لقاء سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح مع الحرمة السامرية. هو من أجمل اللقاءات في الإنجيل المقدس، وفي هذا اللقاء نلمس محبة المعلم الإلهي وأسلوبه التربوي التعليمي الحكيم لإنقاذ الإنسان من الخطية ورواسبها، ولإيصاله للإيمان القويم المستقيم وللالتزام المسيحي الصحيح. الحرمة السامرية هذه كانت تجيب الموية من البير وقت الظهر، عكس عادة الحريم اللي عادة يجيبون الموية في الصباح ويروحون عادة مع بعضهم البعض. لكن هذه الحرمة كانت تجيب الماء بالظهر لوحدها، يوحنا 4:6-7، وهذا على الأغلب يدل على أنها منبوذة من المجتمع. وطبعا حنا عرفنا السبب من سياق القصة بالإنجيل، هي منبوذة لأنها كانت تعرف رجاجيل كثير، حسب يوحنا 4:17-18. ليش الحرمة تعرف رجاجيل كثير؟ لأنها تدور على اللي يشبع عواطفها. خلنا نشوف تفاصيل هذه القصة الرائعة. اقترب يسوع من الحرمة السامرية بكل دقة ورقة وحكمة ومحبة، كونه يقصد خلاصها، وبأسلوب راقي كشف لها أسرارها الخاصة فيها بدون أن يمس كرامتها. وظهر المسيح مخلص العالم لها ولأبناء مدينتها السامريين. إيش بيقول لنا يوحنا بقوله كان عليه أن يمر بالسامرة؟ يعني يسوع هو يبغى يأكد على أهمية الحدث اللي قصده يسوع من ذهابه إلى الجليل من هذا الطريق اللي يمر بالسامرة. هو أصلا كان يقدر يروح من طرق تانية كان اليهود يستخدمونها علشان يتحاشون المرور بالسامرة، متجنبين اللقاء بأعدائهم اللي هم مين؟ السامريين. لكن المسيح لا، مر من السامرة، وهذا يدل على أنه يسوع كان قاصد أنه يمر من السامرة ويبشرهم للمسيح الراعي الصالح اللي يدور عن الخروف الضال علشان يرجعه، حتى ولو كان هذا الأمر يسبب له المتاعب وتشويه سمعته وكلام الناس عليه. هناك وبالقرب من البئر ونبع الماء مكان كانوا يجتمعوا العائلات ويلتقوا الشباب مع بعضهم البعض. لكن هنا نلمس لقاء روحي بين يسوع
والحرمة السامرية. بدأت المحادثة بينهم بالسخرية. كيف تسألني أنا أصقيق وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ كيف تتجاسر وتكلمني وأنا عدوتك؟ كده تبغى تقول له. فكرت الحرمة السامرية بمخها بأنه يسوع وكأنه يهودي عادي، كأنه عدو لها، يحتقرها ويعتبرها خاطئة. لكن يسوع اقترب منها وهدفه تحريرها من الشهوة ومن الخطية اللي استعبدتها طوال سنين طويلة. يسوع يبغى يحررها من أصنام الدنيا اللي نشبت فيها وبعدتها عن السعادة الحقيقية اللي كانت ترجوها وترغب فيها. المسيح بحكمته الأزلية أظهر لها أنه يحتاج إلى ماء الأرض علشان هو في الأخير يعطيها الماء الحي اللي يفجر حياة أبدية. هللويا. المسيح هو اللي يوفر الحياة اللي يبون يعبدون الله بالروح والحق. المسيح هو بداية رسالة السر الخلاصي اللي به ينمو ويثمر قديسين وقديسات، مرسلين ومرسلات، معلمين وشهداء المسيح وخلص العالم. هذا اللقب اللي كان يعطى لقياصرة وملوك العظماء، متناسين انه الخلاص الحقيقي ما يتم عن طريق اشخاص يعبدهم الناس، لا، بل بيسوع المسيح وحده ومعه وفيه. الحرمة السامرية كانت منتبهة لعلامات الأزمنة، فكل حركة وكلمة من يسوع كانت إشارة ودعوة لها علشان تبحث بعمق عن الحقيقة وتعيشها وتطبقها مع الآخرين. فتقدمت في مسيرة الإيمان بخطى سريعة. ظهر لها هذا اليهودي سيدا وربا ونبيا ومعلما ومسيحا، فتنبهت وعرفت وتحررت من أصنامها المغرية القاتلة. وصلت بالحوار إلى يسوع فغطاها بلطفه ومحبته ومسامحته وغفرانه. بعدين راحت تنشر الخبر وتبشر باسمه وتشهد له وتزرع محبته وتتكلم للجميع علشان يتنعموا بعطاياه. دعاها يسوع قبلت الدعوة. حنا بعد كلنا مدعوين من قبل يسوع الفادي المخلص بأساليب مختلفة علشان نتحرر من أصنام الإنسان القديم، الإنسان الكبرياء والأنانية، علشان نلبس الإنسان الجديد، الإنسان القداسة والنعمة المبررة. فتعرف بعمق حقيقة المسيح وتدرك الوقت المناسب اللي يجب أن تخصصه لقراءة وتأمل الإنجيل علشان نسمع صوت الرب يسوع ونمشي على خطى الحرمة السامرية اللي ندمت فنالت غفران الخطايا. وتغير حياتنا وتصرفاتنا مثل ما صار معها. وبركة رب المجد يسوع المسيح معكم جميعا. آمين.